اللي هنتكلم فيه معاكم بإذن الله هيبقى في قانون المرافعات وفي قانون الإثبات. دي الحاجة اللي حسينا إن احنا ممكن إن يعني نقدر نفيد الزملاء الأعزاء فيها. بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم في قانون الإثبات وجزئية مهمة جدا، بس قبل ما نتكلم فيها لازم نوضح حاجة مهمة قوي للزملاء. يعني نصيحة للشباب بالذات، لازم انك تقرأ بوعي كامل وبفهم كامل قانون الإثبات، لأن القانون ده يمكن من أهم القوانين المدنية، يمكن بنحسبه كمان أهم من القانون المدني نفسه. لسبب، عندك دعوى أحوال، عندك عمال، عندك مدني، عندك إيجارات، تجاري، في كل دعوة من دول هنلاحظ إن القاضي بيطبق قانون الإثبات، أي مادة في قانون الإثبات، يعني إن لم يكن أغلبها، تحقيق، خبرة، شهادة شهود، جحد، طعن بالتزوير، بتتمسك بحجية محرر، المحكمة بتستجوبك في شيء، فقواعد قانون الإثبات مهمة. يمكن في كل دعوة بتختلف المادة اللي أنت بتطبقها حسب نوع دعوتك، مدني، تجاري، عمال، لكن دايماً قواعد قانون الإثبات واحدة. ولو حصل خطأ في تطبيق القواعد دي، ده ممكن بيكون في حد ذاته سبب للجوء لمحكمة النقض. دي جزئية مهمة يمكن لاحظناها في العمل على مدار السنين، وكتير من الزملاء مش بيركز، يعني مش عارف ليه للأسف، على القانون ده، بيركز في مواد دعوته وخلاص، وكأن قانون الإثبات ده يعني مش موجود خالص للأسف يعني. ونفس الكلام يعني ممكن يتقال وإن كان مش بنفس الطريقة في القانون الجنائي ساعات، في القانون الإداري ساعات، لان يمكن مساله الاثبات في القانون ايه في القانون الاداري ما لقيتش حظها من البحث في الفقه زي الاثبات الجنائي وزي الاثبات المدني. نتكلم في الموضوع اللي احنا باذن الله خصصنا الفيديو ده عشانه النهارده. طبعا زي ما هو معروف في قانون الاثبات، الماده 60 والماده 61 حطت قاعده عامه بالنسبه للاثبات بالكتابه، ان لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما يخالف وجود دليل كتابي بخصوصه. دي حالة. الحالة التانية، ما يجوز ان انت تلجأ لشهادة الشهود لو الحق اللي انت بتتنازع عليه قيمته تتعدى الالف جنيه، ده اللي هو نصاب الاثبات بشهادة الشهود اللي احنا كلنا عارفينه. دي القاعدة العامة اللي وردت في قانون الاثبات. لكن في مبدأ مهم جدا قانون الاثبات نص عليه في المادة 63. المبدأ ده ايه؟ مبدأ اسمه مبدأ الثبوت بالكتابة. معناه ان انت المشرع عجز لك وعلى سبيل الاستثناء ان انت تلجأ لشهادة الشهود رغم ان المبلغ ممكن يكون تتعدى قيمته الالف جنيه، يجوز لك ان انت تلجأ لشهادة الشهود. هل ده طبعا على اطلاقه؟ لا، المادة 63 حطت حالات معينة. قالت في الفقرة الاولى قيام مانع مادي وادبي من الحصول على المستند كتابي او محرر. الحالة الثانية فقد السند بسبب أجنبي، وجود كتابة من الخصم تجعل وجود الحق قريب الاحتمال. النهاردة هنشرح لكم الحالة الأولى اللي هي قيام مانع من الحصول على دليل كتابي. مادة 63 فقرة أولى قالت إيه؟ يكون الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة القيام المانع من الحصول على دليل كتابي. نلاحظ إن المشرع المصري ما حددش إيه هي حالات المانع ده. المشرع الفرنساوي يمكن حدد. فالنص عام وفضفاض، وفي رأينا إن ده مسلك يتحسب للمشرع، لأن المجتمع بيتطور ولازم النص ما يبقاش قاصر او جامد بالنص على حاله معينه فكل فتره نحتاج ان احنا نعدلها، لا، بتحط دايما معيار مرن يكون افضل، والفقه يشرح والقضاء بيطبق في الفضول للعمل بيسفر عنه. واحكام محكمه النقض الحمد لله بتلاحق الحالات اللي هي الجديده وبتستجيب لمقتضيات التطور ده. احنا قلنا المشرع ما حددش الحاله دي، لكن القاعده دي هل عشان تتطبق بتطبق كده على اطلاقها؟ لا، ليها طبعا شروط محدده. الشرط الأول، لازم يكون التصرف اللي هو مطلوب إثباته لازم يكون تصرف قانوني. تصرف من التصرفات الخاضعة للقانون المدني، بيع، إيجار، وديعة، قرض، أي تصرف من التصرفات، هبة مثلا. ما ينفعش إن هي تكون واقعة مادية. ليه؟ لأن الوقائع المادية بطبيعتها
ما فيش حد بيعد دليل كتابي بواقعة مادية ومش عارف ايه اللي هتحصل، حادثة في طريق او اي واقعة مادية، حادثة اي حد، مفيش حد يعرف عشان يبقى معاه مستند كتابي معد مسبقا بواقعة مادية، لانها غالبا بتحصل فجأة. ده اللي هو الشرط الاول، ان لازم يكون المطلوب اثباته تصرف قانوني. طيب في نقطة، في بعض التصرفات في القانون المدني، لان احنا عارفين ان الاصل العام ان التصرف بيثبت بالكتابة، لكن الكتابة في اغلب الاحوال بتكون للاثبات، يعني ممكن عقد البيع يتثبت باي طريق من الطرق، القانون ما اشترطش فيه ان هو يكون مكتوب، لكن في عقود معينة زي عقد الهبة القانون اشترط انها تكون مكتوبة وانها تكون رسمية. ففقهاء القانون المدني قالوا على الحالة دي ان الشكلية هنا للانعقاد مش للاثبات، يعني التصرف ما كانش مثبوت بالشكل اللي المشرع قال عليه زي عقد بيع السفينه، برضه لازم ان يكون مكتوب وفي شكل معين، ان ما كانش رسمي يبقى العقد اساسا مش موجود باطل. فهل ينفع ان انا اطلب مبدا تطبيق مبدا الثبوت بالكتابه واحيل لشهاده الشهود عشان اثبت عقد هبه رسمي؟ الاصل المفروض هنا ان ما يجوز نهائيا. ليه؟ لان حتى لو القاضي اجاز لك ان انت تثبت بشهاده الشهود، طب ما هو التصرف اساسا لازم في الكتابه وبشكل رسمي، فيعتبر هنا الاثبات هيبقى غير مجدي، فما يجوز هنا في الحاله دي خالص. تاني حاجه، لازم يكون اللي بيطلب من القاضي اثبات التصرف ده او اللي بيطلب تطبيق مبدا الثبوت بالكتابه، لازم يكون هو نفسه طرف في التصرف، لان القانون اجاز الغير اللي هو بعيد عن التصرف ان هو يقدر يثبت التصرف ده بشهاده الشهود. طب انا هلجا ليه مبدا الثبوت بالكتابه؟ عشان القاضي يديني الرخصه ان انا اثبت بشهاده الشهود، في حين ان انا اساسا من الغير عن التصرف ويحق لي ان انا اثبته بشهاده الشهود. ده الشرط التاني. تالت حاجه ودي الاهم عملا، يجب على طلب الاثبات ان يقيم الدليل على وجود المانع من الحصول على دليل كتابي. الموانع بقى هنا بتنقسم لطائفتين، اللي هو الفقرة الأولى المادة 63 قالت عليها مانع مادي ومانع أدبي. نتكلم على المانع الأدبي. المشرع زي ما احنا قلنا ما حطش تعريف نهائي خالص للمانع المادي. المانع المادية ممكن إن هي تكون كتير، أي ظرف طارئ، ونلاحظ إن المانع المادي مانع موضوعي على غير ما هنشوف بالنسبة للمانع الأدبي. المانع الأدبي مانع شخصي بيقوم بين الأشخاص، لكن المانع المادي ده مانع موضوعي. من ضمن الموانع المادية ان ممكن يحصل مثلا حادث غير متوقع، ظرف طارئ عند اي حد، ممكن واحد يكون مسافر وهو على الرصيف مثلا بتاع المينا، لقى الفلوس اللي معاه مش كافية، فطلب مثلا من واحد من قرايبه، واحد من صحابه، اديني مبلغ. هنا في ظرف اضطراري مرتبط بالواقعة نفسها، دي مسألة نسبية مش مسألة عامة، مش كل واحد بيسافر وياخد من واحد فلوس ما يقدرش ان هو ياخد منها، لكن لا، ده لقى نفسه ان هو محتاج على رصيف المينا، فهنكتب فين وهنعمل فين، ومثلا ومركب هتطلع فين، تعتبر دي ظرف طارئ ألم بالشخص ده فخلى الراجل ان دول فلوس هكتبه فين، فده يعتبر مانع من الحصول على دليل كتابي. المانع المادي يعتبر ان هو مسألة واقع لازم انت تتمسك بيها قدام القاضي بتاع الموضوع وتطلب ان المبدا نفسه يتطبق، القاضي ما بيطبقوش منه لنفسه. في احكام نقض قالت رخصه للقاضي يجوز ان هو يطبقها، لكن من ناحيه ثانيه ما يجوزش ان انت تطعن في الحكم بالنقض ان هو ما عملش الرخصه دي، الاصل العام ان انت تتمسك بيها، لكن القاضي لو اعملها وطبقها وشاف ان هنا في ظروف منعت الراجل دوت ان هو يحصل على دليل بالمعامله دي، لا احنا نلجا هنا للاثبات بشهاده الشهود، لان انا كقاضي حاسس من ظروف الورق او من ظروف المعامله محل النزاع ان الراجل ده ما قدرش ياخد سند بالدين بتاعه او بالمعامله اللي هو بيرفع القضيه عشانها، لان في مانع، فانا من حقي كقاضي ان انا اطلب ان انا اطلب كده. لو ما طلبتش حكم لا يطعن فيه، لكن انت لو ما طلبتش مني ان انا اعمل الرخصه دي ما ينفعش ان انت تيجي تطعن في حكمي بطريق النقض. طيب لو انا اتمسكت قدام القاضي بان في مبدا ثبوت بالكتابه وان في مانع مادي منعني ان انا احصل على مستند بالمعامله اللي هي انا مشتكي علشانها، القاضي لازم يا اما يستجيب يا اما لو رفض لازم يسبب حكمه ايه اللي خلاه استبعد تطبيق المبدا ده، وليه ما اجازليش ان انا اثبت بشهاده الشهود، والا يكون ده سبب للطعن بالنقض وبيخضع لرقابه النقض في الجزئيه دي. المانع بقى الادبي ده زي ما قلنا بيقوم على الاعتبار الشخصي.
في تطبيقات عمليه محكمه النقض قالتها كتير للموانع دي، منها ان في صله زوجيه او قرابه، اخوه، ابوه ما بين الطرفين اللي هم المعامله حصلت ما بينهم. وبرضه محكمه الموضوع هي اللي بتقدر هل المانع ده موجود او مش موجود، وايه اساسه، وهل ده فعلا قايم في الورق ولا اي كلام مثلا بيتقال. في تطبيق ظريف لمحكمه النقض، نقض جنائي 2 نوفمبر سنه 42، ورد في مجموعه 25 سنه الجنائيه صفحه 561. الحكم ده قال ايه؟ الواقعه كانت بتخلص ان واحده زعلت مع جوزها ومشيت من البيت، راحت عند اخوها. بعد كده الخلاف تفاقم، اخذت العفش بتاعها وكان موجود في بيت اخوها. للاسف اخوها استولى على العفش. فرفعت الدعوه وقالت ان انا بطلب ان انا الجا لشهاده الشهود، لان هنا في مبدا ثبوت بالكتابه متوفر في الورق، ان في مانع يمنعني ان انا اخد على اخويا ورقه بالعفش اللي موجود في بيته، لان انا نفسي انا هربت ورحت البيت عنده لما اختلفت مع جوزي. اخوها قال لا، دي سيره الاخوه مش مانع، لكن المحكمه قدرت واعتبرت انه مجرد لجوءها عنده وانها بنفسها تبقى موجوده عنده في البيت وهو ده اخوها وان العفش يروح هناك، اعتبرت ان ده يجيز اللجوء لشهاده الشهود، وفعلا استجابت ومحكمه النقض ايدت حكم اول درجه وقالت لا معقب عليه. فده كان حكم من الاحكام اللي طبقت المبدا دوت. في طبعا صلات تانية مش الصلات الزوجية أو القرابة هي بس المانع، أحيانا بيكون مركز الشخص الاجتماعي بيمنع منه الحصول على دليل كتابي، أحيانا علاقة المخدوم بالخادم، خادم المنازل ما بياخدوش ورق ولا مستندات، أنا عايز منك قد كده، أنا باخد منك أجر قد كده، أنت بتقبضني قد كده، مفيش طبعا الكلام ده. وفي أحكام نقض اعتبرت إن الوكالة المجانية مانع من تقديم دليل كتابي. ممكن تكون رابطه الصداقه الحميمه ما بين الطرفين مانع من الحصول، ممكن تكون رابطه الجيره برضو مانع، كل ده احكام النقض ايه اتعرضت له. ممكن يكون المانع الادبي مش بحكم الصله ما بين الاطراف، لا ممكن يكون بحكم العرف والعاده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني مثلا الخياط ما بياخدش علينا ورق، هو مديننا بكام؟ بروح افصل بنطلون بروح افصل بدله، ما بياخدش عليا ورق، ان ده الخياط العادي طبعا غير اللي غير الـ الشركات. الطبيب كذلك ما فيش اي معامله ولا ورق ما بينك وما بينه. كان زمان من سنين طويله البقالين اللي كانوا بيودوا البضائع بتاعتهم للمنازل اتصل بالتليفون انا عايز كذا جيب لي، برضه انا مش بس مش معقول قبل ما يجيب لي بيقول لي تعالى امضي لي على اللي انت هتاخده. فبرضه احكام المحاكم قديما وحديثا اتكلمت برضه في ايه في النقطه دي. وزي ما قلنا رقابه محكمه النقض زي ما احنا شرحناها لازم عشان تعمل، دي مش مساله قانون، دي مساله قانون يخلطها واقع، فيجب التمسك بيها قدام محكمه الموضوع، واذا تمسكت بيها لازم القاضي يسبب ويرد، وفي نفس الوقت اذا ما تمسكتش قدام محكمه الموضوع لا يجوز ليك التمسك امام النقض. كده احنا خلصنا الحاله الاولى، وباذن الله نبقى نشرح لكم الحالات الثانيه بعد كده. كل عام وانتم جميعا بخير، ونسال الله ان احنا نكون افدناكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.